الحين هذا الفيديو توضيح، أحب أقول لكم معلومة إن الياماها أول شركة شرقت لك الكورد شرقت الكورد، مو بتشريق بس الصوت، حتى الكورد شرقت الكورد وشرقت اللفت بعد، أسهل عليك يوم أنت تعزف نفس السلم اللي أنت مشرقنه يتحول معاك الكورد نفس الشيء شرقي. بقول لك الطريقة هاي كيف. أول شيء تدخل على المنيو، بعدين تروح منيو بيج 2، تيجي عند كلمة سكيل تيون، تطلع لك الصفحة هاي، شوفها السلم الموسيقي والتشريق. أنا بعطيك مثال الحين، اسمع الصوت. أنا الحين مختار اللفت، صوت اللفت هذا هو بدون تشريق، بس مجرد اني انا ما اشرق اختار ناقص الخمسين، اسمع كيف بيتحول هنا، اسمع كيف، شوف اختلفت النغمة التشريق على نفس السلم اللي انت تختاره يتحول معك الكورد، فهذا اسهل عندك عند التنقل، يطلع صح ما يطلع عندك نشاز. شوف عربي، الحين اشيل، شوف 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 اشرق، اسمع شوف ناقص 50. كذلك تختار اللي تباه، تبغي تشرق الستايل، حتى الستايل مع المصاحبات تمشي معاك صح كله. تشوف الحين بدون الستايل مثلا، شوف المصاحبات اللي جاية مع هذا، الحين مجرد ما اضغط على الستايل تشريق، اسمع شوف شوف تحول شرقي على نفس السلم. مجرد ما اشيل يرجع غربي، شوف مصاحبات، اسمع تن تن تن، الحين اسمع شوف. فهذه يعني ميزة ما حد توصل لها إلا الياماها، إنهم هم يشرقوا لك الستايل، المصاحبات اللي مع الستايل، وكذلك صوت اللفت مع السلم الموسيقي اللي أنت تختاره. بس حبيت أوضح لكم هاي النقطة المهمة. شكرا.